انا كنت باباراتزي خريه كبيره ويجيب لك معناها في الحكايات من راس ولا يبتبت عليك ولا منه ومنه تيجي كلها تتحشي فيه. الارتيست هو اللي يمشي الباباراتزي يقول له اسالني هكا وهكا وهكا وقول لي هكا وهكا وانا طنع من روحي مصدوم ونتصدم ونجاوبك، فهمت؟ دونك حتى كي مشي حكي مع الباباراتزي قالوا راه اسالني هكا وهكا وهكا، الكل اللي خرج الباباراتزي هو بيدو غلط وكذاب. اش كنت تعلمت ترى؟ مريض متاع كذب يمشي داوي عند بسي.